والله احنا هنبارك لكل الاهلاويه سواء جمهور اعضاء مجلس اداره كل الناس. الحلم ابتدى يتحقق، النواه بتاعته ابتدت تتحط، الحمد لله احنا بقالنا سنتين بنجري في الموضوع ده. قدرنا ان احنا نجيب شركات عالميه تخش، سواء دلوقتي حاليا يعني الشركات العالميه اللي جت دي علشان الديزاين اللي هي الشركه الالمانيه، والشركه الثانيه اللي هي السي كابيتال اللي مشاركه معانا في قصه التمويل. فالتمويل جاهز والديزاين بتاعه جاهز، ديزاين خد وقت كتير يمكن شويه علشان يطلع حاجه عالميه نأمن بيها دخول وخروج الجمهور، ان عشان نعمل فيها نعظم من تاريخ النادي الاهلي بان احنا نعمل متحف وان احنا نعمل مستشفى طبيه على اعلى مستوى. الحاجات دي كلها جاهزه دلوقتي، مش ناقص بس غير ان احنا نخلص التصاريح. المكان طبعا جاهز اللي هو الشيخ زايد، ناقص بس التصاريح. اول ان شاء الله ما تخلص هنشرع على طول في البدايه، سواء احنا موجودين في المجلس القادم او اي حد تاني موجود في المجلس. احنا بنطلب منه لو سمحت لازم تبدا في الموضوع بسرعه لان ده حلم الاهلاويه. احنا جهزنا القصه وهي دلوقتي على نقطه الانطلاق، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يدينا كلنا طولة العمر ونحضر الحلم ده وهو بيتحقق على ارض الواقع.